بعد الفطور من الساعة 9 لما شاء الله ويمكن واحدة ثنتين مع الفنان القدير عبد العزيز المسلم في مسرحية السحر الأسود. حلو. إن شاء الله راح تنعرض في العيد ولما بعد العيد إن شاء الله، وراح نروح فيها إن شاء الله بعد هم في قطر في العيد الأضحى بإذن الله. فمسرحية جميلة حلوة، متعودين الناس أنه دائما المسلم يقدم مسرح رعب، فهذه المسرحية فيها تقنيات عالية جدا، أنا أعتبر هذه تقنيات عالمية وفيها عروض يعني استعراضات ما شفتها إلا برا صراحة. حلو. لأن فعلا هم فرق عالمية جايين من برا، فشيء وايد حلو راح يكون إن شاء الله. وأتمنى على قولت أبو عبد الله يقول لا تختار عين بالكواليس إذا شفتيهم صد شيء مبهر راح يكون. هو ما شاء الله ناجح سعد عبد الله مسلم في مسرحياته، السحر الأسود هو خلاص تخصص غير هذا الجانب، يعني ناجح في العمل هذا وعنده جمهور صحيح. ما شاء الله الناس تنطره أكيد، موفق في العمل هذه. لا بس العمل هذا راح يكون مميز أكثر من أي شيء ثاني، لأن في تقنيات جديدة قاعد تطلع، عرفت؟ فالتقنيات هذه الجديدة لما تطلع مو مدحن يعني بدون مبرر، أنا قاعدة أقول لك شيء منطقي. لما يكون في تقنيات جديدة قاعد تستحدث، فأنت لما يكون عملك معتمد على التقنيات طبيعي أنه بيكون شيء أيدد من اللي قبله، فهذا الطبيعي طبعًا. إن شاء الله راح يكون شيء حلو. تبين تسولفين عن دورك بعجالة كذي؟ لا لا لا، أنا بس بقول شغلة، يعني تشرفت أن أكون مع الجروب اللي معاي أستاذة باسمة حمادة ومرام، وطبعا أكيد أبو عبد الله عبد العزيز المسلم، ومعنا ولد عبد الله والفنان حمد العماني. إن شاء الله ما أكون نسيت أحد، إحنا ترى ستة يمكن، ما أدري قلتهم ستة ولا لا، بس يعني راح نكون إن شاء الله. وإن شاء الله أستاذة هدى هم راح يكون لها عودة، لأن هي صورت البرومو، وبس هي مشغولة الحين في التصوير في أبو ظبي، لما تخلص أعتقد لها عودة إن شاء الله راح ترجع لكم، يمكن عادة أكيد. تلحق على عيد إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى، أكيد هي فنانة والكل يحبها ومكانها موجود، بس ظروف عملها يمكن حتمت عليها، إن شاء الله لها عودة إن شاء الله. أي شيء ثاني أكيد أستاذ عبد العزيز المسلم هو يعني راح يرد عليكم في الاستفسارات الثانية إن شاء الله. إن شاء الله مشكور وايد يا